عليكم سيداتي في نهار جديد، فيديو جديد، موديل جديد، ونتمنى يروق الاعجاب ديالكم. دابا غنبدا معكم سيداتي بواحد الكسوه بحال الشكل ديال العبايه، يعني كسوه طويله محجبه بالمونش. نبداو على بركه الله. كناخذوا الثوب ديالنا كنطوي على جوج، من بعد كنطوي على اربعه، وكنقطعوا الصايه ديالنا ديال الكسوه. كناخذوا فيها متر و10 سنتيم بهذا الشكل. كنقطعوا الصايه ديالنا، ما فيها حتى شي تعديلات. من بعد كناخذوا الثوب اللي بقى وكنخدموا الكورساج ديالنا، يعني الفوقاني ديال الكسوه. كناخذوا الفوق والتحت بهذا الشكل. هما كنطوم على جوج، كنطوي على اربعه، كناخدو الطول ديال البستي اللي فيه 41 سنتيم، كنسطروه بهذا الشكل. كنجيو لهاد الجهه هذه الفوقانيه، كناخذوا 8 سنتيم ديال الكول، كنهبطوا 3 سنتيم، كناخذوا الكتيف اللي عندنا فيه 19 سنتيم، ها هو سيداتي، كنهبطوا 3 سنتيم ديال الكتيف. من بعد كنلاقيو هاد النقطه ديال الكتيف مع النقطة ديال العنق، كنهبطو من هنا لهنا 18 سنتيم نيشان، كنتقابلو مع ديك النقطة ديال 18 سنتيم، وكنعبرو الصدر، يعني الصدر ديال الكليانة ديالنا عندها 26 زائد سنتيم ديال الخياطة هي 27 سنتيم، وكنقورو بهاد الشكل. من بعد كنخليو نفس العبار هنا حتى هو 27 سنتيم، وكنلاقيو هاد النقطة هنا ديال لاطاي مع النقطة ديال تحت الإبك. فهاد كنخليو هاد الكورساج سيداتي، يعني أعلى الكسوة. من بعد كناخذ واحد الجهه اللي كنقطع فيها الامام ديالي، كنهبط سيداتي بعشرة سنتيم، وكنقور الدوره ديال العنق بهذا الشكل. من بعد كناخذ الثوب اللي بقى وكنقطع الكميمات، بعد ما خدينا سيداتي الدورة ديال الكم ديالنا للتركيز بهاد الشكل كأننا غنمونطيو. كنخليو السنتيم ديال الخياطة عطاتنا 26 سنتيم، كنهبطو من هنا لهنا ب 12 سنتيم كيف عودتكم، كنتقابلو مع ديك النقطة لهاد البنت هذا، وكنديرو 26 سنتيم،
كنديرو كروه من بعد كنكورو المونش ديالنا بهذا الشكل. كناخذ الطول ديالكم اللي هو 58 سنتيم زائد 3 سنتيم هي 61 سنتيم. 3 سنتيم سيداتي كنذكر انها جوج سنتيم ديال لوغلي اسفلكم وسنتيم ديال المونتاج اعلىكم. كناخذ اسفلكم 12 سنتيم زائد سنتيم هي 13 سنتيم وكنلاقي هذه النقطه ديال اسفلكم مع نقطه اعلىكم بهذا الشكل. كيف عودتكم سيداتي وحنا غنقطعوا كنحاولوا ندخلوا واحد سنتيم حتى سنتيم ونص واحد الحرده تحت الكم ديالنا باش يتيفازا واحد شويه بهذا الشكل. ودائما كنحافظوا على هاد العبار ديال اعلى الكم مع العبار ديال اسفل الكم. نقطعوا الكم ديالنا سيداتي سيداتي. كنقطع السجفة ديال الأمام والسجفة ديال الخلف. نبدأ بالسجفة ديال الأمام هي كنطراسيو الكول مع جزء من الكتيف بهذا الشكل. كناخدو فيه 5 سنتيم كندورو كامل بخمسة سنتيم هاكم 5 سنتيم. بس السجفة ديال الأمام دابا كنديرو السجفة ديال الخلف. كنطراسيو جزء من الكتيف مع الدوره ديال الكول ديالنا ومن بعد ثاني 5 سنتيم كندورو بها دائما 5 سنتيم 5 سنتيم. كنقطعو الكول ديالنا يعني السجفه ديال هي هذه وهكا كنكونوا سالينا الصاله ديال الكسوه ديالنا اللي هي سامبل وسهله. كنتمنى طرقكم بعد ما نمشي للمونتاج ان شاء الله. السلام عليكم سيداتي، رجعت بكم للمونتاج. نبداو على بركه الله. كناخذوا الكميمات ديالنا وكنديروا لهم لوغلي كناخذ الامام كندير له السجفه ديالو بالطريقه كندير بعض الكرانات بهذا الشكل باش يدور ليا الكل بسهوله. نحاول ما نوصلش للخياطه كندير الدوزيام ديال الكول ديالي بهذه الطريقه بالشكل.
نمشي فوق السورجي هو سيداتي درت ليه الدوزيام. كناخد الخلف تنديلو السجفة ديال الخلف ديالو بهذا الشكل، من بعد كنمونطي الكتاف. دائما سيداتي كيف عودتكم باش يجي الكولم فيني كناخدو هاد الامام كنديرو في الخلف وكنطوع لي السجفة ديال الخلف بهذا الشكل باش يجي بلو بروبر. هانتي كيف كتشوفي سيداتي كيجي فيني من برا ومن الداخل. انا هاد الكلام سيداتي كنوجهو للمبتدئات باش اون فوا يبداو يخيطو، انسان الا تعلم على شي حاجه نظيفه كيبقى دائما كيخدم نظيف. ودابا كندير الدوزيام ديال الكول وندير السجفة ديال الخلف، كنثبت السجفة ديال الخلف بهاد الطريقة. بعد ما ساليت الكول ديالي سيداتي ديجا على هاد الشكل كنمونطي الكمام ديالي. كناخد الكم كنديرو الكرانة ديال الوسط كنحطها فوق الخياطة ديال الكتيف وكنمونطيو الكم هكذا. هانتوما سيداتي الكرانة ديال الوسط الكم كتجي فوق الكتيف كنمونطيو نسدو الكسوة من الكم بالشكل. نفس الشيء بالنسبة للجهة الأخرى كنكرانيو الكم ديالنا في الوسط كنسدو الكم ديالنا بالطريقة. بعد ما ساليت المونطاج ديال الكورساج ديالي نتاقل الصاية. هذه الصاية سيداتي كناخدها
كنمونطيها كنسدها من الجنب ديالها هكا. بعد ما كنمونطيها من الجنب كنجي لواحد الجهه ديال الصايه وكنجي العلويه طبعا وكنبدا ندير كشكشه خفيفه بهذا الشكل بالاصبع ديالي كنحاول ندفع شويه الثوب بهذه الطريقه هاي كشكشه خفيفه نشوف واش خرجت ليا العبار ديال الكورساج هيا سيداتي بعد ما ساليت كنجي للامام كنقسمو هكا على جوج كنعاود نقسمو على اربعه العبار كندير واحد الكرانات بهذا الشكل هنا وهنا باش نحصل على جوج ديال لي بانس اللي غيكونوا في الامام ديال الكسوه غنجيب هاد البانس هادي وغادي ناخذ سنتيمونس وغنطلع ونخرج ازيرو هنا بعد ما كنعبر هنا 10 سنتيم نفس الشيء بالنسبه لوتر كوتي هكذا سنتيم ونص وهنا لهنا 10 سنتيم هذه الفانس اللي كدار القدام اي سيداتي باش كتعطي واحد الجماليه للكسوه ديالنا ودابا سيداتي ناخذ الكسوه ديال الصايه ديالها كنجي لهاد الخياطه كنديرها في لو كوتي كندخل هذا هنا الكورساج وكنمونطي الصايه مع الكورساج باش تعطينا الكسوه بهذا الشكل نمتي سيداتي كنمونطيو انتي سيداتي جات عبار انتي كيف كتشوفي الكسوه ديالي كنذكر سيداتي هاد الكسوه على شكل عباين المحجبات ها هي سيداتي حصلنا على بهذا الشكل ندير لوغلي ديالي ندير لوغلي وندوز نتلاقى معكم في المونتاج السلام عليكم هذا هو الشكل النهائي سيداتي ديال الكسوه ديالنا اللي على شكل عبايه
هيا سيداتي محجبات، هيا نتمنى طرق الاعجاب ديالكم، نتمنى تطبقوها، ولا عجبكم الفيديو تابوني معايا وديري لايك سيداتي، راك ما غاديش تندمي، ومرحبا بالجميع، ودمتم في رعاية الله.